الاكزوست مانيفولد، التربو تشارجر ظبطنا ان هو يتركب ازاي، الكلام ده كله يعني دي حاجه من الحاجات. عندك السسبنشن مثلا احنا عملنا حاجه اسمها دبل ويش بون، وغير كده احنا بنختار العجل، غير كده احنا بنختار الدمبل والسبرينج، فكل ده احنا اللي بنختاره يعني، احنا اللي بنختار حاجات، وفي حاجات احنا هنصلحها هنا في مصر زي الشاسيه، زي الدبل ويش بون، زي البالي، زي الكوبلت، ده كل الموضوع يعني. في منافسين ليكم؟ اه بالظبط. كنت عايزه اسال اكيد في المسابقه زي كده كنت هتقول حاجه من ايه؟ لا كنت عايز اعرف بس هم عددهم كام واحد؟ اثنين بس؟ لا 25 واحد. كلهم من نفس؟ كلنا من مصر، كلنا من نفس الجامعه، معانا الدكتور وليد عبد الهادي والباشمهندس محمد طايع، هم اللي بيشرفوا على المشروع. دكتور وليد كان ليه خبره قبل كده اصلا في الموضوع دوت، ان هو كان بيحضر الماجستير الدكتوراه بتاعته هناك في بريطانيا، وكان شارك في نفس الموضوع ده قبل كده. غير كده اساسا ده من الاسباب اللي ساعدتنا ان احنا نخش الحمد لله، يعني ان الدكتور اصلا كان ليه مشاركه قبل كده، غير كده ان هو كان ليه ودكاتره كتير عندنا في القسم الحمد لله ليهم بيبرز منشوره هناك تبع جمعيه المهندسين البريطانيين، يعني الموضوع كلها عندنا الحمد لله ليها وزن وثقه بره مصر كمان يعني. طب انا لسه كنت بسالكم عن المنافسين، طبعا في المسابقات العالميه خاصه المسابقات لما تكون عالميه اكيد بنعمل حساب المنافس الاخر، هل انتوا عندكم معلومات عن المنافسين؟ السنه دي داخل الاختبار السنه دي، بس الجامعه كلها تقدم تختار من جامعه مصر في العالم، هي اكبر جامعه في العالم في مجال السيارات، وتاخد جامعه شتوتجارت في المانيا، زي جامعه تورنتو في كندا، جامعه كتير من كاليفورنيا، جامعه كوليدج كاليفورنيا في امريكا، فهم دول اكبر منافسين لينا موجودين، وباذن الله ربنا يسهل ونعديهم كلهم يعني. ان شاء الله. انتوا عندكم احساس ان انتوا ممكن يعني تفوزوا بمراكز متقدمه ولا توقعاتكم ايه؟ واحنا في الاول خالص الموضوع ده بدانا شغل فيه عملي او شغل فعلي من حوالي 5 شهور، كان ساعتها كان الموضوع زي اوكي يعني ريسك قوي يعني، احنا واخدين بس مفيش امل كبير قوي ان احنا نعمل حاجه. النهارده لا ممكن نعمل حاجه كويسه قوي دلوقتي، تقريبا على نفس الليفل بتاعهم يعني، مش اقل منهم، اللي هو بعض الامكانيات القليله يعني، بس في مشاكل هنا عندنا بس في مصر كتيم كتنظيم وكتكاليف وكده، بالنسبه لي مش يعني مش قوي يعني، مش على نفس التكاليف وعلى نفس المشاكل. الموضوع ده يعني موضوع اللي هي المايدات والكلام دوت عندهم اكتر تقدم من عندنا يعني. وبيتهيألي ياسر يعني برضه مجرد ان انت تدخل في مسابقه عالميه زي كده حتى ولو لاول مره، ده يعني لوحده بيديك خبره طبعا في المجال ده، فممكن ان شاء الله يعني تفوزوا باذن الله او تحققوا مراكز ان شاء الله متقدمه، لكن حتى اذا لم يعني يحدث هذا الفوز يعني، هيكون انه في خبره في المرات القادمه. احنا ناويين حتى السنه الجايه ان شاء الله ندي خير يعني، المشاكل اللي كانت عندنا او مثلا العقبات اللي كانت بنواجهها نديها للشباب اللي هم اصغر مننا دلوقتي، يعني بحيث ان احنا نعمل فايند دلوقتي ايه المشاكل اللي واجهتنا، ايه العقبات، ايه الصعوبات اللي احنا ما عرفناش نتعداها بسرعه، ندي خبراتنا القديمه اللي احنا واجهناها والمشاكل اللي احنا واجهناها دي كلها للشباب بتوع التيم الجاي ان شاء الله، عشان احنا مش ناويين نقف بس على التيم دوت، احنا ناويين ندي سبورت بحيث ان احنا يعني نعلي مصر في الموضوع دوت. الجزء فيه كمان بتقول تسويق ومش بس يعني الصناعه يعني، في مراحل ثانيه، اتكلمنا بقى المراحل الثانيه لان يعني عايزين نعرف اخرها ايه يعني، كانش واضح انها مش بس مسابقه وخلاص. بالظبط، هو كاحنا كهندسه احنا بناخد الاول ازاي نقدر نبني حاجه وازاي نقدر نصنعها كويس، بس هم بقى عايزين يوصلوا بينا لمرحله اعلى شويه، عايزين نقدر نوصل لمرحله التطوير اصلا، التطوير ده بيكون ليها قسم خاص او مهندسين يعني كريم معين، فاحنا برضه بنحاول نعملها، هو دي حاجه مش مسابقه برضه، هي الحاجه مهمه جدا برضه حته الماركتنج او التسويق، فبرضه المهندس دايما بيكون قايل شويه حته الماركتنج، فاحنا دلوقتي بنحاول برضه حته الماركتنج دي بنحاول نعلى فيها، بنحاول نجيب سبونسرز شركات يعني ناس تكون معانا، وفعلا قدرنا نوصل يعني لغايه دلوقتي احنا معانا شركتين من الشركات الكبيره في مصر، شركه طيران كبيره جدا في مصر، وبرضه شركه من اكبر الشركات العربيه الموجوده في مصر دلوقتي برضه بتعملها سنتر كويس. التمويل ده مهم عشان طبعا بس مع كده برضه احنا لسه عندنا حته برضه في بعض المشاكل في التمويل لغايه دلوقتي. مشاكل في التمويل بالنسبه لايه بقى؟ ايه من الحاجات اللي عملت مشكله؟ هو احنا كعربيه احنا يعني الشركه اللي معانا شركه عربيات كبيره موجوده معانا في مصر دي قالت لنا هنشيل لكم العربيه من اي تو زد، عشان اصلا في قاعده نسيت بتقول لك ان كل ما العدد الانتاج بيقل كل ما التكلفه بتزيد قوي، فاحنا هننتج نسخه واحده بس والسبير بارتس فاتت، فدي هتعمل مشكله، فالتكلفه بتاعتنا تعلى قوي، هم قالوا لنا هنشيل العربيه بس، فعندنا مشاكل ثانيه دلوقتي في التستنج ازاي هنعمل فين التستنج، هو معانا برضه الحاجات اللي هنا في مصر شرم الشيخ احنا اتفقنا معاهم، بس لسه تكاليف بقى التستنج نفسها دي لسه بندور على سبونسر تاني شركه
تكاليف السفر والاقامه هناك في شرط ان احنا لازم يكون التيم كله موجود هناك ب 25 واحد، فبرضه بندور على سبونسر او بنحاول نجيب سبونسر تاني دلوقتي هو اللي يشد لنا الحته ديت. هنا بقى بيدخل بقى دور التسويق بقى، مش كده؟ تشوف الاوتيل اللي ممكن يدخل سبونسر معاكوا او شركه طيران او مواصلات. هو كان في اللي هو شركه السيارات والطيران، لما احنا رحنا ومعانا الدكتور، واحنا اللي عملنا البرزنتيشن، واحنا اللي عرفنا الفريق، واحنا اللي قدمنا نفسنا، واحنا اللي عرفناهم الفكره، واحنا يعني انا مش بقول احنا يعني يعني في جروب، لا مش جروب، احنا بنوضح بس ان في مثلا احنا منظمين نفسنا جروبز، يعني الموضوع مش سايب على بعضه، لا الحمد لله احنا منظمين نفسنا، يعني مثلا جروب نفسه جروب التيم بتاعنا في منظمين نفسنا، جروب للسسبنشن والستيرنج، جروب للباور ترين، وجروب للبريكس، وجروب للشاسيس، دوت مانيفاكتشرنج اللي هو التكنيكال اي سبورت. بعد كده احنا منظمين نفسنا كمان في التنظيم اللي هو الاداري بقى، في ليدر تيم وفي اللي هو الاوتيل، اللي هو بتوع تنظيم التيم نفسه، تنظيم الورق الاداري، غير شغلنا طبعا التكنيكال، والتنظيم اللي احنا بنحاول ننزل نشوف السبونسرز، نشوف نتكلم معاهم، نتعلم ازاي نتعامل مع الناس، نحدث عن نفسنا، ازاي نعرف الناس بافكارنا، ازاي يعني نحاول نوصل لحلول كويسه مع الناس دي، بحيث ان احنا ايه نستفيد وهم يستفيدوا اكيد طبعا في كل حاجه. طبعا احنا بنتمنى لكم التوفيق، واعتقد ان كتير من رجال الاعمال المصريين والشركات الكبيره في مصر ممكن لما يعني تتحمس لهذا المشروع وتشعر ان انتم بالفعل يعني بدايه مشرفه، وهيكون يعني اسم مصر مرفوع دايما بوجودكم في هذه المسابقات العالميه، اعتقد مش هترددوا ابدا ياسر ان هم يساهموا بالمال ويساهموا بالدعم المطلوب. المفروض احنا هنا في مصر نشجع بقى البحث العلمي، ونشجع الشباب اللي يدخلوا في المجالات دي، وصناعه السيارات صناعه عالميه جدا، ومصر لسه ما وصلتش لمرحله، يعني احنا وصلنا لمرحله التجميع، لما يجي شباب في السن اللي عايزين يصنعوا عربيه، والفورمولا 1 عربيه صعبه، الفورمولا يعني، فلازم بقى نشوف بقى يعني بنطالب السبونسرز اللي ممكن يدخلوا يعني يشجعوا الشباب. كل عايزينه دلوقتي اقامه بس في الاوتيل لمده كام يوم عشان يعملوا تيستنج قبل ما يكملوا بقيه المراحل، عشان بالتاكيد انتوا مستقبلكم بعد كده نفسكم تدخلوا في مجال بقى صناعه السيارات والحاجات دي، ولا عاملين عليها ان شاء الله؟ اتمنى ان احنا نرفع علم مصر كويس هناك ونشرف مصر هناك الحمد لله يا رب. المهم اكتر من كده طبعا ان يبقى عندنا يطلع من مصر شباب يعني في العلم، في العلم بالذات، يعني ده العصر بحث العلمي، المفروض اشجعكم فيه. ان شاء الله باذن الله. نشكركم جدا. محمد واحمد نشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، ربنا يوفقكم انتوا والمجموعه كلها، ونستقبلكم بعد كده بقى في البرنامج بعد ما تخلصوا البروجكت المشروع كله، نشوف عامل ازاي ونصور العربيه بقى في التست. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا لازلنا معانا فقرات متنوعه.